وختمها مسك يا نادين مع عازف القانون أحمد جارو. يسعد صباحك يا أحمد، نورتنا. صباح الخير. حكينا أكثر عن أحمد ولماذا القانون؟ أنا الفنان أحمد جارو، نشأت بعائلة فنية عريقة بسوريا، من الأجداد للآباء للأعمام، ونحن هلا الجيل الثالث مثل ما بيقولوا يعني. ووالدي رحمة الله عليه هو اللي اختار لي آلة القانون وقت ما كنت صغير، ودرست في المعهد العربي، بعدين تابعت في المعهد العالي، وأنا حاليا كمان عضو نقابة الفنانين في سوريا. وكان طبعا الشرف الكبير هو حصولي على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، هي بيعتبرها نتيجة أعلى نتيجة وصلت لها الحمد لله رب يعني العالمين. إن شاء الله هلأ ننطرب بعزف القانون وهو دستور الآلات الموسيقية وأصعبها طبعاً. أيضا لكن ليس مو قانون، لأنه كل الآلات بتتبعه. شو حابب تسمعنا؟ تفضل. أسمعكم من التراث العراقي. طمعانين بكمان بالسوق. كمان كمان يلا طمعانين بكمان نختم فيها هيك عزوفه ثاني. طيب اوكي.